ركله جزاء فريزينوني، هاروي سجل هاروي جول، جول اول هدف الموسم لصالح نادي فريزينوني. هاروي يسجل هدف جميل 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 جميل، يسجل هدف جميل 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 لصالح نادي فريزينوني من ركله جزاء دي فرانشيسكو. احلى بدايه، احلى ستارت، احلى بدايه، والمدرب رودي غارسيا هنشوف هيتعامل مع اللقاء ازاي. هدف اول، ركله جزاء جميله يسجلها لصالح نادي فريزينوني، ركله جزاء جميله جميله جميله. هارو يحط كره روعه روعه روعه، ركله جزاء نموذجيه، بطن قدم، قوه، توجيه على الارض، وحارس المرمى ميريتي يروح على طول في الجانب الاخر، يروح على طول في الجانب الاخر. بدايه ممتازه بالنسبه لفريزينوني، ملعب مفيش موطئ لقدم، أكثر من 16 17 ألف متفرج بيتابعوا ويشاهدوا المباراه هنا في أول أحداث اللقاء. منتهى، ومحاولة ثانية وانطلاقة ثانية والتعادل يأتي الآن. الله 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 الله، نابولي يعود، نابولي يعود. الكبير عنده كبرياء وعنده شموخ وعنده هدف وعنده بوليتانو، بوليتانو يسجل الهدف الاول الجميل بالنسبه لنابولي. بدات مع نابولي الموسم الماضي وخد الدوري، ابدا مع نابولي الان ومتخيل يعني كان متاخر بنتيجه 0-1 امام فريق فريزينوني. البطل مع البطل، بطل السيريا آه مع بطل السيريا بي، دي مباراه جانبيه، بطوله لوحدها بتجمع بطلين ممتازين ايطاليين بلفه الوسط والانطلاقه الجميله من رحماني. يعود فريق نادي نابولي بدون رحمه، بدون رحمه. لكن شوف تحرك مهاجم عظيم جدا، ولد ده احسن مهاجمين العالم دلوقتي اوسيمين، ده ملوش حل ملوش حل ملوش حل، يهز اي دفاعات. وبوليتانو يبعت واحده قذيفه لما عمل الدروب بالحارس المرمى، صعبت الامور. الخبطه الثانيه دي صعبه قوي الحقيقه، لكن هو ما قدرش ما قدرش الكوره. وادي رودي جارسيا بيتكلم على الثلاثه والعمق، 50% 50% ترجع لدور الكوره ثاني. دي لورينسو، دي لورينسو خطيره، هوبا اوسيمين يوقع جلاد 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 جلاد، خلاص المره دي خلاص يسجل، يسجل اوسيمين اول هدف الموسم، يفتح الموسم في فريزينوني في الدقيقه 41 وعده ثواني قليله. ياتي الهداف، ياتي اللي ما بيرحمش مع نادي نابولي، يسجل اوسيمين هدفه الاول الشخصي، هداف الدوري الايطالي، نجم الدوري الايطالي، قيمه نادي نابولي، عظمه نادي نابولي تاتي الان. قبل اربع دقائق تقريبا من نهايه الشوط الاول يسجل هدفه الثاني لعشاق نادي نابولي. دول معجونين كوره، دي جماهير تعشق كره القدم، جماهير البحر والبر والجو. شوف الكوره وشوف لحظه التسديد، وقتها مش هيقدر يصمدوا، لا صعب تصمد امام هذه القوه الرهيبه، امام هذه القوه الرهيبه. هوبا التسديده القويه ما شافهاش الحارس، قنبله قنبله، دي لورينسو حاطط له كوره حلوه قوي. شوف التوقيت، شوف التايمنج، وشوف القرار، شوف الهدف الثاني جميل بالنسبه لنادي نابولي. اذا نابولي يسجل من طلقه اوسيمين، طلقه اللاعب اوسيمين وطلقه بوليتانو، طلقتين في منتهى القوه. المدرب رودي جارسيا مدرب الحقيقه مطلوب منه اكثر من اللي كان مطلوب بسباليتي، اكثر من اللي كان مطلوب بسباليتي، لان اصبح في شخصيه بطل اماميه نابولي. رحماني شوف صايد، ثالث 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 ثالث، جول جول ثالث لنادي نابولي. اوسيمين اوسيمين ده ممكن يخلينا شفنا تاني، اوسيمين يسجل تاني اهدافه، تاني اهدافه يسجل على طول اوسيمين الهدف الثالث لصالح نادي نابولي، والهدف الثاني الشخصي ليه. لعيب كبير جدا، لعيب كبير جدا جدا، وضرب ضرب الخط الخلفي بالتحرك العرضي الجميل جدا، وقدر يسجل هدف من انفراد، سجل هدف من انفراد. ما يقدروش يسدوا وما يقدروش يقاوموا امام فريق نابولي، الامكانيات والقدرات هنا. شوف شوف تحرك، ادي الكوره، مفيش اوف سايد، ان سايد، مفيش اوف سايد، مفيش اوف سايد، في اون سايد. ممتازه، المساعد ممتاز، مفيش تسلل على اوسيمين، لكن حاطط كوره، مفيش هزار عنده، مفيش رحمه. شوف بطل القدم بيحط الكوره، بيخلي الكوره يعني تقول يا 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 اوسيمين ارحمني. كرة قوية، بطل القدم بقوة يوجه عشان ما فيش هزار، عشان ما يديش